قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق رئيسها وإحنا نتفرج عليهم ونضحكوا. وعمار قعد في الأسر كم عام وإحنا نتفرج عليه ونعقد قمة بدون عمار. ليش ما قلنا القمة ما تنعقدش لغاية ما يطلع أبو عمار من الأسر وأخيرا سمموه وقتلوه؟ وما ليش ما الحق نمشي لمجلس الأمن الحق بمقتل أبو عمار؟ وليش ما الحقوا في ماء في شنقة صدام حسين؟ كيف يصير حرب يشنق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ لما تكلم عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسة منكم كلنا مختلفين سياسيين معاه ومختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن، ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هاي. ليش ما يكون فيها